داخل مركز التكوين إيديسكول، تابع لمجموعة مدارس ديال المراكز بالمغرب اللي كتمتاز بواحد المجموعة ديال المدارس على الصعيد المغربي من طنجة حتى الأكادير. المركز هذا إيديسكول هذا تابع لمدينة الدار البيضاء، كذلك كيمتاز بواحد الإدارة متميزة بعناصر متميزة من أطر ديال التكوين مدربي ومكوني السائق المهني. التكوين بطبيعة الحال أصبح مجبر من سنة 2010 ملي دخلت مدونة ديال السير اللي هي 52.05، اللي أصبح مجبر على كل السائق المهني وضروري أن تكون عند واحد البطاقة المهنية، وهذيك البطاقة المهنية مجبر أنه يعمل واحد تكوين ديال واحد 13 يوم، والبطاقة المهنية كتسالي لي بعد 5 سنوات، ومن بعد 5 سنوات كيدير واحد تكوين مستمر باش كتذكير للمعلومات اللي خداها وتحيين كل المعارف اللي خداها في ظرف ديك التكوين الأولي. احنا جينا لهذا السنتر هذا باش ناخذ واحد الفورماسيون اللي في الأول نقدر نقول عليها بأنها كانت علامة إكس مجهولة، ولكن بعد اكتشفنا بان هذه الفورماسيون ضروره لاي سائق، لانها تتبين لك بزاف ديال الحوايج وتتحيد داك الضبابه اللي تتكون على عين السائق اللي عنده غير بيرمي. والحمد لله استفدنا بزاف ديال الحوايج. فورماسيون يعني شي حاجه اللي ما تندمش عليها، شي حاجه تلقى راسك بانك تزيدك لقدام، سيرتو النيفو ديال السونتر تبارك الله نيفو طالع، الاساتذه تاهما تبارك الله تعطيو ما تبخلوش معلومات، تعطيو اي معلومه ثاني وتنقدروا نجيبوا شي معلومات اخرين. بالنسبه للسائق المهني اللي عنده الفورماسيون خاصو يخدم بها، وبالنسبه للسائق المهني اللي ما عندوش خاصو تكون عنده. بالنسبه للسونتر كتجي هنايا كتقرا وكتستافد بزاف ديال الحوايج، منهم لا ميكانيك داكشي اللي كيتعلق بالسياقه كامل، و ابري كتعلم حتى السياقه. بالنسبه للفورماسيون جاتني زوينه بزاف، انا كننصح الناس باش يجيو هنا يتعلموا ويتكونوا وياخذوا واحد الاتيستاسيون ومعها واحد الدبلوم اللي كيكون معترف به. كنشكر مدرسه إيديسكول على ضمنها الاداره والاساتذه عامه، وكنتمنى من السائقين انهم يلتحقوا بالتكوين بالمركز من اجل البطاقه المهنيه. بالطبع الحال كنطالبوا من جميع السائقين المتخصصين، يعني اي سائق مثالي او متميز او صاحب المهاره والخبره في السياقه، هذا السائق كلهم الى يجب انهم يؤمنوا بالتكوين، لان تجديد المعلومات وتجديد الافكار وتغيير المعلومات بطبع الحال من الضروري، لان كنعرفوا بان الطرقات كلها محفوفه بواحد المخاطر والمشاكل والاكراهات، فيجب على هذا السائق الى بغى يعالج نفسه وبغى يحارب او لا بغى يسوق داخل هذه المنظومه اللي هي محفوفه بكل المخاطر